بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتي نحتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمتي الله سبحانه وتعالى دا أززنا نزين فلطو أبنى دين قداي نعلما نخنحتت التو علماء ذهب وفتوى نعوينا نقرب زلنا مالتيو حادي كابتوم عبيت علماء وريا الزقونو شيخ محمد بن صالح العثيمين تحاتي توم زمولسو قداي أبنى عقيدة نعوينا نقرب دلنا. شيخ محمد كم زيلم تحاتي توم، من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة زبهالو من يوم؟ الجواب: أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها ولم يلتفتوا إلى سواها. أهل السنة والجماعة زبهالو توم بسنة رسول صلى الله عليه وسلم حيزوم زقعزون أب آز التأكبون أب سنة رسول ولم يلتفتوا إلى سواها نبكالي زي معدو زخونو أبتانا يسنة رسول صلى الله عليه وسلم ترح دحازو إزي آتوم يوم نابكالي زي معدو لا في الأمور العلمية العقدية تي كتفلتون كتأمنون زلكا قداي نعقيدة انت خوني يخون، ولا في الأمور العملية الحكمية كموين تكبارو زخوني ني أحكامون انت خوني ناب كالي زي معدو زخونو بتسنة رسول صلى الله عليه وسلم زخودو ازي آتوم يوم أهل السنة زبهالو. ولهذا سموا أهل السنة نزيهم دماني أهل السنة تباهيلهم زلو لأنهم متمسكون بها بتاني سنة رسول صلى الله عليه وسلم دحازو سلا زخونون. وسموا أهل الجماعة جماعة دمان تباهيلهم دلو أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها أبقى زتتأكبون زتتأرنفون سلزخونو مالتيو. وإذا تأملت أحوال أهل البدع وجدتهم مختلفين فيما هم عليه من المنهاج العقدي أو العملي. توم أهل البدع كبت سنان رسول صلى الله عليه وسلم زرحق سبات قن كل قزين نحر حدوم كفالاليون كالسحابون إخا تريئوم أبقدي ني عقدي اليقون ويدماني العملي أبتي ناي إمنة قدايخون كومدماني أبتني أحكام قدايخون كل أجزي كفلا لي خاتري أم، مما يدل على أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما أحدثوا من البدع. لك كندتي حدش مهزوت عدمتو أبدين لك كندو دماني كاب سنة نيروسل النار حق سلزخدو كفلا لي خاترهم بمبال مليسهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.